بالنسبه للمدنيه ما عندنا مشكله، بس الموظف لا ما يرجع، هذا ما جاي يضمن الناس اللي طالب حقوقها البسيطه ما جاي يخلوه يعمل. واحنا نريد من الاعلام تعاون الحالات الخاصه العائلات، لا لا المشكله ما عندنا، كل الحالات الخاصه الحالات الطارئه جاي يعبرون وما عندنا اي مشكله وياهم، والاخوان كلهم جاي يتعاونون. وين الناس؟ يقول لك احنا المريض العبره ما عندنا مشكله.